يلا على الاقل مش سارقين المنسف كله بس الجميد. حطوها جوا التنور زي ما احنا بنحط خبز الطابون. رجول ماعز مطبوخه. فاخذ صحن مانتي. سلام واهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلتي المفضله على يوتيوب، شو ممكن ناكل من اكل الشارع ب 10 دولار. اليوم من بشكك عاصمه كيرغستان. معي هلا 830 سم العمله الكيرغيزيه اللي هم بيساووا بالضبط 10 دولار، وحنشوف شو ممكن اكل فيهم. انا اليوم في سوق دردوي مع عبد الرحمن، حيكون بيساعدني من التصوير، وكمان معي قصي عايش هون وبعرف كل شيء عن هالبلد. شو قصة هذا السوق؟ هذا السوق طبعا فكرته انه مكون من كنتينرات الشحن. عبارة عن كنتينرين، بيكون طابق، الطابق الاول بيكون لعرض البضائع، الطابق الثاني بيكون كمخزن، وهو طبعا مساحته كبيرة، احد اكبر اسواق الجملة الموجودة في اسيا الوسطى. عظيم. قبل ما نبدأ بالتصوير، أول شيء عملته أني اشتريت هذا الجاكيت الشعبي الكيرغيزي مع طي اللي اسمها كالباك، هون بلبسوها كتير، بالعادة الختايري أكتر، لكن هذا تقريباً كله طلع بعشرة دولار، متخيلين قد رخيص، بس احنا اليوم 10 دولار أكل مش لبس فمش محسوب. أول أكلة جيت أجربها اللي هي فطيرة شعبية اسمها سامسا، بيعملوها عطول هون في عندهم زي تنور. فكرة السامسا بسيطة، باخذوا العجين بحشوها بالخلطة مع اللحم مع البصل مع كل شيء، وبحطوها جوا التنور زي ما احنا بنحط خبز الطابون، وبعدين بالاخر بتطلع لنا زي هيك، وبس تجهز وبيعوها فريش على طول. خلينا نجربها نشوف. ما وصلت للحمة، استنوا شوي. لا عن جد زاكي، تبهيرة اللحم والبصل مش طبيعية. هذا لحم حصان؟ والله اللي مبهرينها مبهرينها صح، يعني ازكى من اللحمه اللي باكلها في الدار. الله يا اخي، فيها سر مش عارف شو هو، بتحسها جدا 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 جوسي، فيها هيك كميه عصائر ودهون وما بعرف، مرقه اللحمه مع البصل والبهارات عن جد رهيبه، واللحم اللي فيها لحم بقري، وطبعا هون بلد اسلامي فكله حلال. عمو اللي بيشتغل في المحل جنبه اعطانا مي ببلاش، والله شكريا. شو بقول هون؟ رحمات، رحمات ما شاء الله عليه، بقول لي ادعوا لنا بس، والله ابداع. 50 سم. الشغله اللي حتستغرب منها في كيرغستان انه عندهم الجميد الاردني باكلوه زي ملبس، فكل مكان بتروح فيه هيك بالسوبر ماركت عندهم مكان مخصوص لبيع الجميد، فبدي اشتري لي واحدة بما انه فيديو اكل نجربها، لانها فعلا اكلة شعبية عندهم الواضح. شوفوا كرة جميد، مش كركي، هذا كيرغيزي. نجرب يا اخوان، والله جميد، جميد عادي، الجميد الاردني للاكل هذا. هلا هي جاي تعلمنا كيف نعمل الجميد. فهي بتشرح لي. والله هاي اهانة، قول هاي اهانة بحق الشعب الاردني. لا بمزح بمزح، والله خالته هي بتفهمش عربي. هي لانها استغربت اصلا من اني سالتها كيف تاكلوا اصلا. طب لما سالتها اذا بنطبخ ولا لا شو قالت؟ لا احنا بناكله هذا جاهز للاكل. يلا على الاقل مش سارقين المنسف كله بس الجميد. انا طبعا اجيت اشتري الجميد بس خالته ضيفتنا بتقولنا ما باخذ منكم فلوس، فرخمات يعني شكرا هون. يعطيكم العافيه. خشينا على سوق الكلاسين، نشوف شو ممكن ناكل في سوق الكلاسين. طبعا احنا جايين بوقت ما فيه كتير اكل لانه الصبح، الاكل اغلبه بيجي وقت الغداء، فهينا لهلا بنتمشى بندور شو ممكن نلاقي في هون حوالينا. طبعا كل اشي، هذا السوق اكبر سوق موجود في كل كيرغيزستان، احد اكبر اسواق اسيا الوسطى، فكل انواع البضاعة موجودة هون، الجملة والفراطة شو بسموها. طيب قول له، قول له لقينا زلمة مار. اوه ما شاء الله، هذا لقينا زلمة مارر وبيبيع سندويشات كباب، نسلخ واحدة كباب. اوكي الواضح انه السندويشة فيها حبة الكباب مع الخبز مع خل مع كاتشب ومايونيز وبصل، ما ننسى البصل. وهي لقينا سندويشة الكباب طلعت ب 100 سم، خلينا نجربها. الكباب كثير طري وبتحسه بس لحمة، ما في طعم اللي بيخليها مدهنة، مشكلتها انها كثير خبز حاسها أكثر من اللحمة وأكثر من أي شيء ثاني، لكن بنفس الوقت يعني بتسلك. مع الكاتشب والمايونيز احسن. كيف الكباب؟ اسمع كثير جاك الكباب بس من جد كلها خبز عن جد. ايه ايه
بعد يا زلمه مسكر على الطريق بسيطه يا زلمه والله ما هي مستاهله اقسم بالله. تفضل عجميد. فقال الكباب زاكي بس الخبز معبي السندويشة كثير خبز. يلا نيكست. بس قبل ما نكمل بالفيديو اعطوني دقيقه. رحلتي بكرغستان اللي عم بشاركها معكم ابتداء من هذا الفيديو صار فيها كتير تجارب، ما بين زياره اماكن طبيعيه وتجارب ثقافيه مع الناس وفي الاسواق والتعرف على العادات الشعبيه لاهل البلد واكلاتهم، وهاي التجارب مش سهل دائما ترتبها بنفسك. عشان هيك بدي احكي لكم عن جلوبال ترايبس، المنصه اللي رتبت ورحت معها هاي الرحله اللي راح تشوفوها. جلوبال ترايبس منصه هدفهم يعطوكم مخططات سفر كامله لرحلاتكم لبلاد مختلفه من خلال علاقاتهم مع وكلاء سفر موثقين حول العالم، وكمان أسعارهم منطقية جدا. مثلا لو رايح كيرغستان 8 أيام أنت وثلاث أصدقاء، الواحد بيطلع عليه 920 دولار شامل تقريبا كل إشي، سيارة خاصة وأكل ومبيت ونشاطات. فيعني إذا مفكرين تسافروا بدكم حد يريحكم عن تخطيط وهذا الشغل كلياته، خلوهم ببالكم. هم حاليا بس عندهم الأردن وتونس وكيرغستان كوجهات، لكن خلال الأشهر القادمة رح يزيدوا عدة وجهات أخرى. هلأ خلينا نرجع لأكل الشارع. من الواضح انه العصائر من اشهر الشغلات موجوده هون، وين ما نمشي عم ببيعوا عصير وفريش. فطلبت كاسه عصير برتقان، هيها هون قدامنا عملها، بيطلع بكانه 100 سم عصير برتقان. فيش داعي اشرح تعرفوه. هيك نعناشنا بشيء بارد. يلا نكمل. لقيت حجة في عرباي بتبيع نقانق محشية بهاي الخبز المقلية. شوف كيف طعمها بطلع. عادي عادي. والوحدة من هاي بتطلع بخمسين سم. شوفوا يا اخوان الجميد في كل مكان، هذا كله جميد. السلام عليكم. لوف لوف. السلام عليكم. وان بلوف. الأكلة الشعبية المشهورة أكثر واحدة في كل كيرغيزستان اللي هي البلوف، اللي لقينا زلمة ببيعها أكل شارع. الصحن ما بعرف قد إيه بيطلع الصحن، بالله تسأله. 200. المرة الماضية كان 150. هذا يلا بسيطة. 200 سم، يعني قاعدين نحكي 3 دولار. تاكل صحن رز زاكي مع لحم فيه بيضة مبدئيا، وبحط عليه سلطة، يحط عليه سلطة. البلوف اللي هي الأكلة المشهورة في كيرغستان وآسيا الوسطى كلياتها، وبكون الرز مخلوط بحتى جزر وبتقدم بهاي الطريقة، أتوقع فيه كمان بهارات. خلينا نجرب البلوف اللي هو أكل الشارع غير اللي بناكله في المطاعم. الرز رهيب، بتحس فيه يعني الطعم تبع المطاعم بنسبة 70-80%، بس اللحمة أتوقع الكواليتي تبعها ممكن يكون اعلى من هيك. بس كاكله شارع صراحه انك تيجي تاخذ هاي الطبخه كامله مع بيضه مع سلطه مع كل شيء، اشي رهيب. يا ريت عندنا منه هذا. رحمات. يلا لبن 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 شعير 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 لبن لبن لبن. اغلبك بالله واحد لبن. هاي اخوي ها تفضل. نص ليرة. هذا مستخدم ولا؟ مستخدم أكيد. وأنا ماشي بالسوق بلاقي مرة قاعدة بتبيع ثلاث مشاريب من ثلاث جلنات، فقصي بحكي لي هدول ثلاث مشاريب الشعبية. نعم. تبعت كيرغيزيا، إيش هم هدول؟ صحيح. هذا الأول هو شراب حبوب، بكون إيش فيه؟ مصنوع من القمح والذرة والشعير. أها شوف كيف طعمه. حاس حالي دجاجة، تعرفوا ريحة أكل الدجاج هيك طعمه. ما عن جد حاس بس ضايل أعمل بق 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 بق. غريب الطعم. نايس. ثاني هذا هو طبعا اللبن العادي، لكن أو الشنينة اللي حنا نسميها. لكن بكون طبعا غازي. وهذا مشروب الكفاس اللي هو مشروب بيعملوه من الخبز الجاف، بنقعوه بطلع منه مشروب طعمه زي شراب الشعير، قريب هيك على شراب الشعير وبين التمر الهندي وشراب الشعير. ما فيش بعد الشنينه معلم، هاي مع الراس جميد طلع تمام. طب الثلاث كاسات للثلاث مشاريب طلع حقهم 50 سم. ادمن ناس مكيفين علي هون لاني لابس لبسهم الشعبي، كل ما امره من حدا بيبتسم وبيجي هيك بيمسك بده يشوف قماشه الجاكيت. حلو هيك لبسهم بخليك تدخل يحسوك واحد منهم.
لقينا عمو ببيع مانتي، خلاني اخذ وحده بايدي، لبسني الكف، قال لي خذ جرب، ما عجبتك راح اعطيك اياها ببلاش. محشيه قرع، فيري جود. خلص خليه يعطينا، قول له بس كمان اربعه مش خمسه. تفللت رحمات. فاخذت صحن مانتي اللي هي بتيجي زي اذا بتتذكروا الدمسم في الصين، اتوقع كثير قريبه منها، اللي هي بتكون عجين محطوطه على البخار تنطبخ هيك. ممكن تشتريها باللحمه، انا اشتريتها باليقطين، فيها هاي القرع. ناكل كمان لقمه نجرب. شخصيا انا من محبين اليقطين فحبيت الفطور. يا جماعه في اكلات غريبه، رجول ماعز مطبوخه، مش فاهم شو فكرتهم، رجول عجول. وفي بعض الاكلات صراحه ما قدرتش، بالعاده انا بسحب، بس بعد كل اللي اكلته صراحه مش مستعد اكل شغلات شكلها مش قوي. اوه والله هي قويه. عندهم النودلز الصينيه هاي، اخذ ولا مالوش داعي؟ والله تفللت. هاي شوفوا احنا تفللنا وباقي 160 سم، فاخذنا صحن لاجمان اللي هي النودلز الكرغيزيه اللي زي الصينيه هيك، تكون فريش، معموله مع مرقه اللحم، معموله مع لحم وسبانخ وخضار وكثير اشياء وبصل. فانا تفللت. تفضل عبد الرحمن، تفضل. انا مش قادر. كيف؟ والله نايس. أحكي؟ لذيذة جدا والله. والله؟ لا مش مجاملة؟ خليني أجرب آخر أكل اليوم، اللقمان. والله تفللت. نجربها مع كل إشي عشان يطلع الطعم الصح. شوف. لو إني مش شبعان كان خلصت الصحن. والله يا جماعة النودلز عن جد زاكية، بس والله فللنا. فهلأ رح نعطي الصحن لحد محتاج عشان حرام يعني ما مش هناكل الصحن كله. وبعد يوم طويل بالسوق خلصنا العشرة دولار اخيرا، يعطيكم العافيه، طلعنا من الازمه. وهلا بدنا نروح اماكن ثانيه بس بتشوفوها بفيديوهات ثانيه. فكثر الله اسفاركم، شوفكم بفيديوهات قادمه. سلام.